الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الذين كوي آمنوا همي إيو الذين كوي يهادوا يهود النقضي إيو الصابئون إيكو صابئين تهديمه ليقينيك الله عري بري وحل ود لاقا كوع يعني حدقها عابد أن ملائكة عابد صابئين تمعني ذا أدبال وصول خلافة لكن كاسا لو بريه كو حدقها ملائكة كوع عابد أو ديمه سماوي أكبحي كواس إيه والنصارى نصارى ضب إنتاس من دولك آمن الرمي بالله إله الرمي واليوم الآخر يوم كدن به الرمي أو عمل عمل فلا صالح عمل وناس عمل فلا فلا خوف عبس عليهم كركود ما آهاني ولا هم إيه يحزنون كو يمرقون ما آهاني مثلا واحد يرأدونك كو مؤمنين شاكته كو يهود شاكته كو مقع النصارى شاكته كو صابئين شاكته إيه كو سعيد الأسكو دردر مقعاس واحد دون تشاكه ننك أنت عن لقيه له خاصة عبد الجرم هدو إيمان كود كساب سين إن إله الرمية أو يوم الآخر رمية أو عمل وناس هدين لقيه له هو واسع عبد سين معه ما قع كلي رحمته هدي أنت عن لقيه له إيمان إيو بالله واليوم الآخر يعمل الصالح هدين لقيه له كل كوا توصل تهيو لكن ما قع يهود بنور لا شيء نصارى بنور لا شيء صابي بنكو أبتر صلاة وحاس رحمته إيمان طبع هدين له أو يوم الآخر إلهي لهمي وعمل وناس إلا سمعشتاي مركاس وات في عن تهيو مقعاك فروح دون هذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين يقوى الدين دينه توسنا كبحي يسمعوا بقاها إيوان نصارى وان والصابئون صابئون تنقواساس أكلوه ومبتدوا يخبر كيس قعونيا أو جملة صالح قال إيوان نصارى نصارى من دولك آمن رمي بالله إله رمي واليوم الآخر ما ننتقي آمن رمي وعمل عمل فلي صالحا عمل وناس عمل فلي فلا خوف أبسي عليهم كركود ما آهاني ولا هم إيمانا يحزنون كوم مرقن ما آهاني لقد حقيقي أخذنا وان قادني ميثاق بني إسرائيل رب بني إسرائيل أحد وذل وقل صونا بان قادني وأرسلنا وحان درني إليه من منك رب بني إسرائيل وحان أدرني رسولا رسول فربان بارو درني كلما عندنا جاءهم او يمادو رسول رسول او يمادو بما شيء او يمادو لا تهوى انفسهم نففيال كود ان جعلين او يمادو مخي سميان فريقا فريق او رسوشا كمد كذب وي بينيا وفريقا فريق او رسوشا كمد يقتلون ويلايا ربنا اسرائيل كفر عهد بالواقع ان دينت الهي كسعدان سان سومر لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا عهد قاس أكل الغوغار مركي لقاضي رسول فربضن يعني عهد قاس كو إله لسه سيد الله فلين لهان إلهي وصادر مر ألا مركو رسول يمادو وحين إيغو ربين أو أشاقبا وحي كدقان رسول شاس وحي كدقان قاري بينيا إي قاري الله ينغو إي كدقان حال كودوا واسداس وحسبوا كل قوة ملايين مركز ساعة سمينة يا وحي ملايين أن لا تكون فتنة فتنة إني نأهاني فتنة إني كإيماني محل البرواق كجرا حمانت أي سمينة يا أمج أمو موقته كل قوة هرنت أرنت أي بين أنت أي بين اللي ينزل كأي لين يا فتنة بك إيماني سو مقبل لبعت إذا كإيماني سو أو إله بعدون كان له سجى إذا في سنة يو لبعت إذا سجى إذا كأبال مرنا يوم ملعب فتنب إنك إيمان اسم مقبان بيه وضان وحي بينيان وحي دلان كل كان مركي سدا أي ملايين يعني فعل كأي سمين يان وحا كسي در إنه فتنب كإيمان سأدون كان ما بملايين يان ها فتنب إنك إيمان اسم ملايين يان كل كي سدا أي ملايين بايين فعموا وين دبالي حقي إني أركان بكين دبالي وصموا وين دقبالي حق إني كوان تومان وإي مقلان ويكد قبالي كل كاف سكس هدي وحل لغو شيخ سكس هدي لو عقل علي إن لنا حق إيكو أركان ملها لقى حق إيكو لغيستان ملها محايا لي وحا إي سمين يانو إذيل أو قول حمد بين تاس إي بيرني رسوش إذيل كإي ديل إياه إياه فرب النار وحد باتو أو بإيمان إياه وآيه
kolkaas yiraahdo waxaa sameynaysaan oo dhibaato ah fidnaba ka dhalan maysa isiraadi kolkaasa si kasta hadii wax loogu sheego si kasta loo caqli celiyo maadaama dhibaatada ay sameysanayaan dembigeeda aan lagu qaadin ay arkaan iska nabad qabaan wax alle waxa loo sheegay dhib oo dhiga maayo arkiiba maayo way dhabeele kolkaasay baabe'een ثم بعد ذلك تاب الله عليهم إيه كل كذلك لا قصر نقضي وهذا دم الباب إيه إبر لغة الدلوبين يو إلهي قصر نقضي كل قاسي عز قارين هذا مركة توبك هنا عز جهر الله سعولي ثم بعد ذلك هذا عام عام وين دبالة هذا وصمو وين دبالة مركة عز جهر دم الله سعولي سدي بيكون نقضي خصوصي وحي بيني أنا وحي دلا كل قاسي سدي هذا oo dhibaato idin kaga imaanayo malaha kathiirun in badan iyo dhigbeelo in dhibeelo oo minhum iyo kamid ah waxa way wasuud sida ay sheegay suuratul isra ha waqadayna ila bani israila la tufsiduna fil ardi marratayn wala ta'lunna uluwan kabeera fa idha jaa wa'd ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana wa markii hore in dhibeelan way badiga sunna radadna lakumul qarrata alayhi ثم تاب الله عليهم تيبا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لنا فإذا جاء وعد الآخرة تدن ليسوء وجوهكم تحوي ثم عموا وسمور الدمور ثم عموا وسمور الدمور يعني قرآنكم أسفسرية والله إلهي بصير كو أركي بما تعملون وحا سمين سي إلهي وأركي لقد كفر الذين لقد حقيقة كفر ويكفريا الذين كو قالوا بإن الله إلهي هو أسغى المسيح مسيح ابن مريم اه كوي الالهي واب النبي عيسى نبي عيسى نفتي سوي نبي عيسى دحدغي الهي سبحانه وتعالى نبي عيسى نفتي سب اله كوي يروي كفريان وقال المسيح المسيح نوحو يري يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل اعبد الله الهي عابد ربي ربي يا اه وربكم بذنك ربينا اه يعني النبي عيسى مركي لي سيده اله اه isagana wuxuu ku yiri rabbana israa'il war ilaahi wa aniga iyo idinku rabbigeena weey waan ku simannahay sidoo idinku rabbi idin yahay idinku yahay iyo aniga rabbi ii yahay iigu yahay innahu sha'ni man qafki yushrik ushrik yala billahi ilaahi ushrik yala faqad haqiqa harrama allah ilaahi wa haranti alayhi qurtiisa aljannata jannata wa ka haranti وما واه مكانه ياتنكيس عن نار نار كوي وما للظالمين ظالمين تؤمن تقنان من أنصار كو أهيلي أو نار تاس أي متسام كبد باديا وما سقنان لقد حقيقة كفر وكفريا الذين كو قالوا إن الله إلهي ثالث ثلاثة سدح كوي سدح عدوي وسدح إله متك مت أويري يعني إلهي يا مسيح يا هويدي سد حراس كل إلهي سد حراس مد كمد أوي أو سد حي أو سد حادة كل لبرا أسب لبرا هذا البوح اللقاه يا نمك النصارى فرق واحد جت أرني يس إله واب مسيح نفتيس يقار أرني إلهي وسد إله مد كودوي لبرا فرق النصارى كمد أوي لبرا عيد وحي نوع دين سئن قاليهم وما من إله إله مجره إلا إله واحد هل إله ما إله كلا مجره وإن لم ينتهوا هدين كجوك سنين كواس له إله ومسيح نفتيزه أم وإله سد حدا سمت كودوي كول هدين كجوك سنين عما يقولون وحا إليهم أو إله مسيح بإله أم سد حمد كودوي إله كول هدين كجوك سنين ليمسنا وحطابا أو طابا وطابا الذين كوي كفروا كفريا أو منهم كواسة وحاتابنا عذاب أليم كو كفريا وإيغو النفط ذوي أو منهم إيغو قعد منهم توابيا عذاب أليم عذاب حنونيا تابنا هذا الكاس والله عقابيا كل كواحة لغربة منك النصارى إني كتنازلان نبي عيسى وحيالها إيكو شاغيا نبي عيسى وأدون إلهي أفلا يتوبون مئين توبكينين إلى الله إلى انتقامين أصنقنين وتوبكينين أو ويستغفرون وأدم رافعوا أن ويدسنين إلهي مصدع سيكو جوغيانوي والله إلهي غفور كل رافد بدنوي
raxiin oo naxariista, iyagoo gafkaa weyn haddana oo ay sameeyeen, haddana baaba tawba ilaahay waa u furay, way tawbo keeni karaan. Kolka may ka tawbo keenaan hadalkaa ka soo noqdaan, ilaahay waa qafuuru raxiim. Mal masiixu masiix maaha ibnu maryama maryama ininkeeda ahaaday, ilaa rasuulun rasuul maaha rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qabli isaga hortiisa arrusulu rusushii ilaahay soo diray ay tagtay. Rasuulkaas weeyaan kolka sida iyagu u tageenba isagana u tagi doona. Kolka ilaah miyuu tegaya? Ilaah ma tagayan hadduu ilaah yahay. Wa ummuhu hooyadeena sidiiqatun turun sheek badan wey, naagaha runta sheegay kamid tahay oo toosan, waa naag toosan bay ahayd, laakiin ilaahnimo meeli usoo martay ma jiro. Nabi ciisena markuu ugu fiican yahay waa rasuul ilaahay wey, ma dhaafsisana rasuul ilaahay weeye, ilaahay rasuulkiisa weeye. Waa heer bani aadam oo gaaro meeshii ugu fiicnayd wey inuu ilaahay soo dirsado. Kolka halkaa ma dhaafsisna ilaahnimo uma gudbin. Maryamana waxa weeye haween, yacni qof bani aadam hadduu wanaagsan yahay, meeshii ugu wanaagsanaa oon rasuul ahayn yay gaadhay iyadana. Waa sidiiqa, ma nabinimo may gaarin iyada, iskaba dhaafi ilaahnima. Hooyadiina waa sidiiqa weyn, maaha ilaahnimo meeli usoo martay ma jiro. Kaanaa waxay ahaayeen masiix iyo hooyadiiba yaakulaani kuwa cunay ahaayeen, adcaama quudka cuna. Maxaduu ma ilaah baa quud cunay, yacni qof noloshiisaba ay ku xiran tahay cuntada yare oo cunayo biyaha oo cabhay oo hadduu waayo dhimanayo, makaasa ilaah noqon kara? Saasay ahaayeen. Kolku waxaa la tusinayaa ilaahnimo waxaynu usoo bananayaa noloshooduba hadday ku sugan tahayn luqmooyinka ay qaadanayaan keliya, oo hadday waayaana nafta ay ka baxayso. Kuwa caynkaas oo kale rasuul ma noqon karaan? Kaanaa waxay ahaayeen yaakulaani kuwa cunay ee adcaama quud cunay ahaayeen. Undur fiiri nabi maxamedow kayfa sidee baan nubayinu aanu cadaynayna lahum kuwa nasaarada ah alaayaati aayadihii alcadaa sideen ugu cadaynayna bal fiiri. Uma haddana undur fiiri annaa sidee ba yuufakuuna loogu jeedinayo aayadahaas inay wax ku qaataan oo wax lala yaar, bal sida aayadaha loogu cadaynay iyo siday aayadaha ugu sii jeedaan oo aan waxba ugu qaadanayn yaa wax lala yaaba. Banaan cad wey baatilkooda, waa iska cadya kolkaasay iska haystaan. Undur kayfa nubayinu lahum alaayaati thumma undur anna yufakun. Qul dhah nabi maxamedow atacbuduuna miyaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahi ka sokow maa shay laa yamliku aanan milkinin lakum idinku aanan idiin milkinin daran dhib aanan idiin milkinin oo haddii aad caabudi weydaan dhibaato oo idiin geysan kara aan jirin. Walaa nafcan nafcina aanan idiin milkinin oo haddaad caabudaan habeen iyo maalin nafci oo idiin geysan kara aan jirin. Makaasaad caabudaysaan dhexdaad tihiin nasaaradii. Nabi ciise hooyadii dhibna idinma geysan karaan haddaad caabudi weydaan, nafcina idin keeni maa haddaad habeen iyo maalin aad tiraahdaan waa ilaah aad tiraahdaan oo aad caabudaan. Wallaahu ilaahi huwa asaga assamiicu kii maqlid badan wey, waxaa la leeyahay idil waa maqlid badan yahay, alcaliimu kii ogaansho badan wey. Qul dhah nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam yaa ahla alkitaabi kitaabki ahlkiisiyow laa tagluu ha xeel dheeraanina fii diinikum diinkiina ha ku xeel dheeraanina ha ku xadgudbina. Xadgudub bay sameeyeen nimanka nasaarada laleeyahay. Nabi ciise haddii loo fiiriyo, yahuudana gobaadfal bay sameeyeen nabi ciise haddii loo fiiriyo. Nimankaa nasaaruhu way ku xadgudbiyeen nabi ciise, siday u jeclaayeen bay jecelkooda waxay gaarsiiyeen inay bani aadamnimada ka saaraan oo ilaahnimo ay ku sheegaan. yahuudna way liideen oo waxay yidhaahdeen bani aadam liiti weyaan, sharci la-aan baa lagu dhalay. kolka imi kuwa xadgudbay waa kuwa nasaarada ah. Laa tagluu fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbina oo ha oranin nabi ciisaa ilaah ah ama hooyadii baa ilaah ah ha oranin. Gayra alxaqi xaqa geyrkii ha ugu xadgudbin, waxaan xaq ahayn inaad ilaahnimo ku sheegtaan nabi ciise ama hooyadiis. walaa tattabicuu ha raacin hadaatiin ahlkitaabkiyow ahwaa'a qowmin qowm naftooda waxay jeceshay ha raacin qoomkasoo qad dalluu lumay min qablu horay u lumay aabiyaalkiina ku hor lumay. Waa dadkii hore ee kitaabka injiil bedelay oo diintan bedelay wey, kuwa ahlu kitaabka ah nabigeenna la jooga calayhi salaatu wasalaam, kitaabkiioo bedelin oo culummo hore ay ku ciyaartay iyay soo gaaray
oo waxyaalahaasoo idil horeyba looga sheegay oo qaar yidhaahdeen culimmadii hore nabi ciise waa ilaah, qaarna way yidhaahdeen saddex ilaah buu ka mid yahay. Kuwaasaas oo kala jir, kuwaas kuwii yiri zibinka nabigeena calayhi salaatu wasalaam, kuwii noolaa aabiyaalkooda kuwa kasii horreeyay ahaayeen, kuwa waxaa sameeyey kolka adduunkiiyo sidaas ah oo sidaa u bedelan oo caqiidada sidaas loogu cayaaray, iyay dhasheen kuwan nasaarada ah oo nabigeena la joogo. Kolkaasaa la leeyahay waxaad yeelaysaan diinta ilaahay ha ku xadgudbina, oo qoom horay u lumay oo diinta horay u bedelay oo gaf ku dhacay wuxuu ku gafi ha ku raacina oo xaq usoo noqda. oo nebi maxamed wuxuu sheegay qaatalii walaa tattabicuu ha raacina ahwaaa qowmin qowm naftooda waxay jeceshay ha raacina qoomkasoo qad dalluu lumay min qabl horay idinku hortiina lumay waa awoyaalkoodii horwey oo diinta bedelay oo wadalluu iyaga naftoodana lumay qad dalluu min qablu horay u lumay wa adalluu lumiyeyna kaiiran in badan oo khalqiga ka midhana lumiyay iyaguna horey bay u lumeen khalqi badanna way lumeen kuwaas naftooda waxay jeceshay ha raacin oo wadalluu haddana lumay can sawaa'i sabiili jidkii toosnaana ka lumay markii nabi maxamed lasoo dirayna kuwaas ha raacin waa culummadii jidkaas haysii wey culummadii jidkaas haysii weyaan oo is haysato horena way u lumeen wax badanna way lunsheen markii nabi maxamed lasoo dirayna jidkii toosna way ku lumeenoo way raaci waayeen dadka sidaas oo kale ee kitaabkooda ku ciyaaray ha raacina. lucina waa la lacnaday alladiina kuwii kafaruu kufriyey min bani israa'iil oo reer bani israa'iil ka mida waa la lacnaday calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisa lagu lacnaday wa ciise bni maryama wa calaa lisaani ciise bni maryama nebi ciise lisaankiis korkiiba lagu lacnaday. nebi ciise iyo nebi daawuudba nebiyaashii reer bani israa'iil loo soo diray ahaayeen, kolka nebi daawuud reer bani israa'iil wuu lacnaday maxaa yeelay waa la kari waayey. nebi ciisena waa lacnaday isaguna wuu kari waayey, way kasoo horjeesteen. qaar ilaahnimo ku sheegay waxay noqdeen iyo qaar kale oo suxun ula hadlo, kulligoodba reer bani israa'iil ba isku ahaayeen. nasaaradan asalkeeda iyo yahuudba reer bani israa'iil ba isku ahaayeen gebigood. kolka nebi daawuud zabinkiisa waxaaba la yihaahda waagis sabtida ay ugaarsan jireen oo laga dhigay daanyeero laga dhigay zabinkiisa ahay. nebi ciisena waa markii maa'idada la sameeyey oo maa'idada loo soo dejiyey ay yaali waayeen daalika lacnigaas oo ku dhacay lacnadaa ku dhacdayna bimaa casow caasinta ay aasiyeen sababteed waa iyo wakaanuu ahaanshahog yactaduuna kuwii xadgudba ay yihiin. waxaa lagu lacnaday waa sidaas daalika lacnadaas mid kaa lasoo sheegay lacnada ah bimaa casow caasinta ay caasiyeen sababteed iyay ku sugnaaday iyo wakaanuu ahaanshahooga sababteed yactaduuna kuwii xadgudba ay yihiin. kaanuu waxay ahaayeen kuwa reer banu israa'iil laa yatanaahuuna kuwa aan iska nahayin can munkarin facaluuhu munkar ay sameeyeen kuwa aan iska nahayin bay ahaayeen. munkarka iskama reebi jirin, munkarka ay iska nahayeen munkarka kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahuuna can munkarin facaluuhu munkar ay sameeyeen kuwaan iska reebin bay ahaayeen. ceebta ugu weyn ama gafka ay sameeyeen gafku waa dhacaa, laakiin markay gaaraan heer munkarka aan laiska reebin oo shib laiskaga yidhaahdo kii sameynayna sameeyo kii kalena shib ka yidhaahdo dembi ku xun ma jiro, waa inay halkaas joogaan dad kasoo horjeeda oo le waxaan joojiy waxaan ka taga dad le waa inay jiraan, maxaa yeelay shaydaanka ma joogsanayo. diinta haddii shib laga yidhahdo waa laga sii tagaa, dadka siday u seetagoynayaan yay diintii ka baxayaan. kolka dadka diinta ilaahay baray oo wax ka yaqaan waa inay usoo taagan yihiin oo munkarka ay yidhahaan war ka joog, munkarka ka joog waa inay yidhaahdaan. laakiin haddii shib la yidhaahdo wax munkarkaa socda nahyi ayo aan jirin dadka way baaba'ayaan. labiisa waxaa baas yeeshay maa shay kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwii fale ay ahaayeen, waxa weeyaan iska nahyintaas wey iska nahyin la-aantaas wey. taraa waad arkaysaa nabi maxamedow kahiiran in badan oo minhum ahlu kitaaba ka mid ah yatawallowna iyaga oo ka weli dhiganayo
الذين كفروا كوي كفرية مشركين تأه إذا كوي لدغني أدركيته ومنافقين ويهود أهل الكتابة وحاني ومنافقين أهل الكتابة ترى واد أركني محمد كثيرا إن بدن أو منهم إيه كمدة يتولون كوي ولك دغني الذين كوي كفروا كفرية أو مشركين تأه لبئس وحا باطلة ما شيبا باطلة قدمت أي هرمرسي لهم إيه وإيه هرمرسي أنفسهم نفيال كل أي هرمريا نفيال كل وحي أي هرمريان يا فالح قوام عي وإن المشركين تأي ولك دكتا أنت يسوع نون اللهين وادد إله كتاب سيي وادد إله النبي هري وقصو دري أنت كتاب كان إله صادر رومين اللهين ونون محمد أي رومين اللهين مشركين تأي ولك دكتا مشركين تأي إسكال مشتا كل كان نفتي وحي أهر مريسي باباس لبن وأما وحي أهر مريسي أن سخط الله إلهي وإنه عروضي عليهم كركود وعروضي وهم إيوه خالدون كوي واري إيجي في العذاب على فلاش كوي كواري إيجي قاتل نفتي أهر مريسي نفتي وحي أهر مريسي وأما إن إلهي وعروضي وعذاب كوي كواري ولو كانوا هديين كواس مشركين ته ولي كدكت او حرير لسمايشت او اهل الكتاب كا يؤمنون قورهم ايسن هديهم بالله اله رميسن ايو والنبي النبي رميسن ام النبي ود النبي موسى اها ام النبي محمد اها هدي رميسن يي اي وما شيء انزل لسودجي اليه النبي انت كا لو سودجي او توراتا ام قران كا هدي كو رميسن او ايمان طبعا سلغا هاي ما اتخذوك ما اسمعشتين هم كوا كافرين تا مشركين تا اولياء اوليكم اسمعشتين حدي النبي قودي ايو كتاب قودي اللي هسو دجي اي رميسين يهين اما النبي محمد اي كتاب قرآن كل هسو دجي اي رميسين يهين مشركين تا اوليكم اسمعشتين وحي كنت سنية سمادا مشركين تا اوليكم اسمعشتين كتاب قودي ايو النبي قودي من رميسين نبي محمد اي كتاب كيسنا من رميسين افكو واحد دونا نكير هذا ولكن سلوا النقية كثيرا إن بذن أو منهم أهل الكتاب كمده فاسقون وكوجي كتوسن كبحي أو فاسقين كل كتاسة أجينس قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسي النبي موسى يو كتاب كيس أو هايستين هذا نمر كنا محمد لا يصادر هذا الرعي وجرا لكن بذن كل وفاسقين لا تجدن وتهلي أو تهلي أو تهلي النبي محمد أشد الناس دتك كان أقول عليك بذن عداوة حق عداويشك للذين آمنوا كوي إله النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وستاي كان أغو أذيك بضن اليهود يهود إني جهي مدارك يا تهلي إيه والذين أشركوا كوي إله أشرك يالي وحوي هرت قال ذو إذل مسلمين تواهو عدا لكن وحا آد على ونمضوا أي أرقتها يهود إيه مشركين نصارى ذا حواك الدبعسة هذا هو النمذ غير وضقبان إسلام كل عداويسته لكن هذه القياسه يهود إيه مشركين تأوى عداونه بضا لتجدن واتهلي نبي محمد الذين أشد الناس كان أغوى عليك بضا عداوة عداويسه للذين آمنوا وقووا إله نبي قسر ميل عداويسته اليهود يهود نجيهين بعد هلي إيه والذين قووا أشركوا إله أشركيه ولا تجدن واتهلي اوتهلي اوتهلي نبي محمد اقربهم اقرب الناس ذلك كان ugu dhawaasho badan mawaddat alhaqq alqalad lil ladina amanu kuwi ilahi nabiga surmayay la jaclaaday kalqalad loo qaba ku ugu dhawaasho badan alladina kuwi inay yihiin batalisa qalu yiri inna anagu nasara nasara an hakiri nasara dab ama aha laakin kuwi sida yiri ba نصارى معنى ذو حوي وكو إلهي أهيلي أو نبيس أهيلي يولي ومهيلنا يانو يقلعي كل أفسي كير هذا لكن كواسا مؤمنين تقول لواسا بذل محايا إلي سببته ذلك لواسا بذل ناشاسي ثابت واسق ناري بأن منهم كوا نصارى ذا إن أكمدهين قسيسين كوا قسيسين أهو ولا داء إن أكمدهين أو دين في يقال السيسين توحوي لمن كان نصارى ذا علمته درجة كرا ليلة ذا درجة يكرا ليلة ذا كل يعني واحد وصل ربابها
Patrick wax liiraara jira way soo socdaan adoo qisiiskaas waxa weey waa nin kaniisad matalan joogo oo imaamka uu waa sida masaajid min imaamka oo kale anag kaasa qisiis yiraahda shamaas ba kamid waa magacii leh ilaa dhowr darajo oo 67 darajo ayay u kala baxaan way kala karkoreeyaan way kala dambeeyaan sideen oo kale maaha culimadeenu ma kala sarreysa waa isku mid iyagii caamadu waa isku mid diinteena lama kala sarsareeyo kolbinkii ilaahay uga cabsi badan kaasa ugu fiican hataa hadduu caamiya muslimiinta waa sidaas culimadoodu iyo caamadoodu waxa weeye lama kala sars aqoontu waa lagu kala sarreeya laakiin darajooyin lasu maro oo kan uusan hadli karayn maadaama kii kale uu joogo kaa kale uusan hadli karayn hadduu kii kale uu joogo ee sidaa loo kala dambeeyo ma arkaysa kaas oo kale anugu miligi waxa weeye ilaahay baa laga wada dambeeyaa kulligeed kulli ilaahay baa laga wada dambeeyaa kolba kii ugu fiican oo ugu aqoon roona ugu fiican kaasa waxa la weydiiyaa laakiin maaha inuu ka darajo sarreeyo oo jaranjaro loo marayo ma jaranjaro waxa la yidhaaha ma jirto muslimiinta waa isku mid wey kulligood waa addoomo ilaah kolka waa la kala cilmi badan yahay waa la kala taqwa badan yahay ilaahayna qofkii ugu taqwa badan iyo agtiisa ugu wanaagsan laakiin iyagu jaranjarooyin bay leeyihiin ilaa inta baabaha laga gaaray jaranjarooyin bay leeyihiin nin waxaa jira meelaha wax kuwa wacdiyo nin waxaa jira kaniisad madaxa ka ah nin waxaa jira gobol loo dhiibay kolka saas bay u soconaysaa way waa la kala sarreeya kolka qisiisiinta waa kuwa masaajid ah kaniisooyinka kaniisooyinka kuwa madaxda ka ah weeyaan kuwaas waa yaa qisiisa la yidhaahdaa waa culimmada adigoo dhexdhexaadka xoogaa dee iska fiican wey waa kuwa dadka la xiriira oo waxba weydiiyaan oo saas oo kale wey laakiin baabaha waaweyn yahay waa meel sar meesha nabi ciise jooga isaga waa meel sar wey dembiga u dhaafaayo kuwaana ila dembigay wada dhaafan laakiin way kala sarreeyaan kolka ninkii xumaan sameeyey waxaas oo kale iyagaa loo sheegtaayo kolka way kala sarreeyaan nin qisiis oo dembiga ka dhaafay iyo nin kale ee baaba dembiga ka dhaafay isku mid maaha ذلك بأن منهم قسيسين قسيسين بكمد أبا إيوا الرهبان كو سوفيال أهو دور كو كجرة وميله إلهي كو عابد أدويد فراح كقال يا كمتي حقا لو عنا هذا لكن كو عين كسا كجرة وأنهم إيغو بسبب أنهم إيغو لا يستكبرون اسم وينيا دبي عدا سيلا هنجري اسم وينيا واي قلب جلعسيهين واد أرتكوان كوان سورين كليم أرتي رحمة بيكو لين حريص meelaha isbitaalka markay geeyaan marka isbitaalada marka loo geynay waxaa laga dhigayaa sidii malaa'igtii wax naxariisinaysay oo kale oo adeegaysay oo saas oo kale ma aha ma guursanay kuleeyihiin ilaahay baan u go'onay saas oo kale xaalkooda uu yahay kolka qalbigooda buu jilacsan yahay way ka qalbi jilacsan yihiin wajacalnaa fii quluubi aladiina itabacuuhu nabi ciise kuwii raacay quluubtooda waxaan yeelnay ra'fatan uturid iyo waraxmatan naxariis saasa la wiray iyo warahbaaniyatan ibtadacuuha wabtadacuu rahbaaniya suufinimada oo duurka la galana iyagaa samaystay markii adduunka yahuudi ay ka yaabeen nimankii reer binu israiil markii adduunku ay ku taraaraceen ay ka yaabeen oo diinta ay ka tageen iyaga iyagoona ka fogaadeen oo adduunyadii bay ka go-aan kuwu saas oo kale ahay laakiin sidii kuma ay socdaan hadda hadda waxay isu bedeleen khiyaano iyo wixiiba isu bedeleen kolka calaa kulli xaalin habkaas iminka nasaarada laga helayo yahuudda lagama helayo kolka maadaama sidaa ay yihiin qalbigooda walow cadaawanimo islaamka ugu jirto kuwaana ugu qalbi dhow maanta haddaad fiirisid way cadaawaystaan islaamka yahuudi iyo nasaarada wayna kala daran yihiin oo nasaarada maanta ma yaraysato laakiin noocaas oo kaley lahaan jireen oo sida qur-aanku oo sheegaya sababta ay ugu dhow yihiin waxa weeye saddex shay qisiisiin bay leeyihiin oo wadaado ah oo cilmiga yaqaana iyo wa ruhbaanan kuwa suufiyaal ah iyo wa annahum iyagu kuwaas laa yastakbiruuna inayn isweyneynin isweyneynta waa iska ilaaliyaan diinta nabi ciisaa sidaa ku dhisan inay dulqaataan oo masalan xataa haddii ninka wax la yeelo intuu ka aarsan lahaa wuxuu leeyahay hadduu dhabankan kaa dharbaaxo dhabanka kale sii ha dharbaaxe yacni waxaa sidaa loo leeyahay ha ka aarsanin wey
sidaas bay ku tababarteen markii hore kolka sidaa daraaddeed bay ugu qalbi dhow yihiin diinta islaamku waa xaq wey nin alle ninkii isweynayntiisa ay yartahay yaa diinta ugu soo dhow kolka nooc iminka ayadu waxay tilmaamaysaa nooc sidaas oo kale ah dabinkii nebigeenna waa la helay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.